طيب هنروح لكرة السلة سيدات، يمكن خلاص الفريق حسم المركز الثاني في الدور التمهيدي الترتيبي. عندنا ماتش مع سبورتنج يوم السبت القادم في اسكندرية، ماتش تحصيل حاصل لأن خلاص سبورتنج حسم المركز الأول برصيد 26 نقطة، احنا حسمنا المركز الثاني برصيد 23 نقطة. فرقتنا كانت بتلعب الشمس منذ أيام وكسبت 73-51، وعلى فكرة بالمناسبة نادي الشمس اللي هنلعبه في البلاي أوفس. نادي الشمس بيحتل المركز السابع، احنا المركز الثاني، الثاني بيلعب السابع، وهنلعب مع بعض ثلاث ماتشات، اللي هيكسب ماتشين هيتأهل للدور قبل النهائي. وبالتالي بفكركم آخر مباراة لينا مع نادي الشمس فوزنا 73-51. هروح للخبر اللي بعد كده، بس خلينا الأول قبل ما نروح للخبر، كاميرا الأبطال صورت تقرير مع فرقتنا، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. طبعا كنا محتاجين مكسب، احنا بقالنا جيمين بنخسر، احنا الاجنبيه كانت طبعا معانا مشيت من جيم هليوبلس، لعبنا هليوبلس، لعبنا صيد هليوبلس جزيره من غير اجانب، والنهارده برده نفس القصه. طبعا تغيير الاجانب لسه ما جبناش واحده، يعني المفروض خلاص اتفقنا على واحده وجايه، فطبعا ده لسه الفرقه مش متعوده تلعب من غير اجانب، والدوري كله بقى اجانب، فطبعا الموضوع شويه دروب، لسه ما تعودوش، ابتدوا يتعودوا. الحمد لله كسبنا النهارده، عندنا سموحه جاي في سبورتنج، نتمنى ليه يكون معانا قبل جيم سبورتنج، لكن طبعا الجيمات دي كلها تحديد مراكز يعني، وخلاص احنا في حته احنا عارفين احنا رايحين فين، فمش فارق قوي طبعا الجيمات اللي جايه، بس طبعا احنا يمنا نكسب، النادي الاهلي متعود انه يكسب، بس طبعا مع التغيير ده بتبقى العمليه مش مظبطه شويه، لكن الحمد لله الدنيا ابتدت اهو من اول جيم النهارده، فرقه احسن شويه، ابتدوا يتعودوا ان هم مش معانا اجانب، نقدر نلعب ونقدر نكسب من غير اجانب. فرقتنا فرقه كويسه قوي كعناصر، طبعا كويسين قوي، معانا لعيبه كبيره طبعا كتير ما شاء الله، بس طبعا احنا شويه بنعاني شويه من الاصابات، عندنا لسه نور الشتا راجع من اصابه، نور النهارده اتصابت، فانت برضو الاصابات الى حد كبير قوي بتحدد لك الدنيا، يعني بتصعب الامور شويه، لكن لو الفرقه من غير اصابات موضوع الاجنبي مش هيأثر معانا قوي، لكن هي دي هو ده اللي مأثر علينا، اصابات كتيره النهارده، برضو فريده وائل مش موجوده، حد جارد مهم جدا مش موجود، فطبعا الاصابات هي طبعا بتخلي الفرقه في دروب شويه، لكن اللي جاي ان شاء الله احسن. السنه اللي فاتت نفس السيناريو بتاع السنه دي، بتاع السنه اللي فاتت هو نفس اللي حصل معانا السنه دي، تغيير اجنبيه ودروب شويه، لكن الحمد لله احنا كاهلي بنقدر نلم نفسنا بسرعه ان شاء الله. هو طبعا بعد اي خساره بيبقى النفسيات محبطه شويه وكده، بس بالعكس احنا لمينا بعض وقعدنا نتكلم ان بجد يعني اي فريق كبير عادي جدا يحصل خساره او اتنين، بس ده ما ياثرش عليه ولا نفسيا ولا في الملعب. طبعا رحيل المحترفه بتاعتنا اثر شويه، بس ده خلانا بالعكس ان احنا نجمع بعض اكتر ونركز مع بعض اكتر عشان نكسب ان شاء الله الماتشات اللي جايه. عندنا ماتش سموحه ان شاء الله اللي جاي، وبعد كده سبورتنج، طبعا فريقين كبار وبنركز كويس قوي في التمرين، بنحاول نشوف غلطاتنا ايه ونشتغل عليها عشان ان شاء الله الماتش اللي جاي نقدر نحسبهم ان شاء الله. والله احنا نفسيا لما بنقعد مع بعض وبنقول لازم ننسى ماتش كسبناه او خسرناه، لازم نعديه خلاص، الماتش الجاي هو الاهم، ان احنا نكسب الماتشات اللي جايه ده اهم حاجه. كل الماتشات دي زي ما انا قلت انها ماتشات ترتيب، مش هتفرق في اي حاجه، احنا السنه اللي فاتت حصل نفس الحاجه بالظبط وخدنا تاني في الترتيب، وبعد كده احنا اللي خدنا الدوري، فيمكن كابتن علي مش هقول ان احنا متعودين على نفس السيناريو ده، بس ده حاجه اللي هو احنا مطمنين ان شاء الله في الاخر هنقدر ان احنا نبقى ثابتين نفسنا وموجودين في الفاينل ان شاء الله. عندنا الماتش الجاي ان شاء الله هنا مع سموحه يوم الثلاث، وبعد كده السبت اخر ماتش في الرايح راجع مع سبورتنج، هيبقى بره، ايا كان ايه الماتش وايه نتيجه الماتش، طلعنا اول، طلعنا ثاني، طلعنا ثالث، كده كده ده ترتيب، هنلاعب بعض كلنا ثاني، وهنلاعب يعني لو طلعنا ثالث هنلاعب السادس، لو طلعنا ثاني هنلاعب السابع، وفي الاخر بقى البطوله في الاخر في الفاينل مش في الماتشات دي خالص.